وأيضاً إذا كان في مجال إن إحنا نخرج المواطنين المصريين فده مسؤولية لابد إن إحنا نطلع بيها. فالذين كان في اليمن أو المشددين إن هم يخرجوا. مع حضرتك بطلت مع سلطان طعمان ودلوقتي عندنا منتجين فرديين مع سلطان هم سامحوا وما يدعى عن انه السفاره اعطت المواطنين انطباع خاطئ عن الاوضاع الامنيه.